تعالي عدي شوي، يلا عدي. بعرف الشي اللي عم تحسي فيه. أمي مرقت بنفس الموقف، زواجها كان فاشل وأبي ما حبها لا قبل الزواج ولا بعده، خان وعذب كتير وأنا شفت النتيجة. مشان هيك أنا ما بدي إياكي تعاني من نفس القصة بعد ما تتزوجي. راجيف حدا سيء وعم يخونك من هلأ، كيف بعد الزواج؟ بترجاكي تصحي على حالك. ميرات تعا، ميرات وينك؟ نمري نيمي، روقي نيمي. نيمي شو صاير؟ شوفي نيمي ليش عم تبكي؟ قولي لي، احكي شو عملتي لها؟ ليش اختي عم تبكي؟ انا شوف هي صورة راجيف ليلة مبارح. وقال لي وقتها انه عنده اجتماع. وانا كمان قال لي نفس الشيء. اخي يعني راجيف عن جد طلع عم يخوني؟ انا شفت راجيف بالصدفه واقف مع هي البنت، يعني بظن كانت هون بالحفلة. لازم نحضر الهدايا لعائلة راجيف، ما بدنا يصير تأخير. طبعا راجيف رح يوصل. ماما؟ ايه؟ لسه راجيف ما اجا؟ يبدو انه كان اجتماعه مهم لحتى تأخر. بس ليش عم تحكي وانت ومعصب؟ اها، مساء الخير يا جماعة، كيفكم؟ اهلا وسهلا. مرحبا. مرحبا عمي. اهلا وسهلا. شو اخباركم؟ شبك فيرات؟ 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 فيرات شبك؟ ليش هيك عملت؟ شو جنيت انت؟ وين كنت امبارح؟ شو هالسؤال؟ سألتك وين كنت امبارح، جاوبني. ما قلت لك اني رايح عندي اجتماع مهم؟ اجتماع شو؟ ومع مين؟ عندي اجتماع مع زبون. لكن خليني حكي، يلا دقله. شو عم بيصير مع فيرات؟ شو واقفة عم تعمل هالبنت هون؟ هو الزبون يعني. ليش تلبكت؟ آه؟ وينه الزبون اللي عم تحكي عليه؟ بما أنه مانك قادر تجاوب على سؤالي، معناتك كنت عم تخونها لأختي.